أهلا بكم مشاهدينا، مرحبا بكم في الموجز الرياضي نقدمه لكم من قناة زيرتوب. ستكون الأنظار مشدودة غدا بحول الله الأحد إلى ملعب حسين أي تحمد بمدينة تيزي وزو، الذي سيحتضن مباراة الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بين المنتخب الوطني ومنتخب ليبيريا. هي المباراة الأولى للخضر على هذا الملعب، ومن المنتظر أن يكون حضور جماهيري غفير في هذا اللقاء الذي سيلعبه المنتخب الوطني بداية من الساعة 5 بحول الله. هذا واختتمت تشكيلة المنتخب الوطني تحضيراتها تحسبا لهذه المواجهة، مواجهة ليبيريا، بإجراء آخر حصة تدريبية على أرضية ملعب سيدي موسى. وتعتبر هذه الحصة التدريبية الثانية للخضر بعد الأولى التي كانت أمس الجمعة، وعرفت حصة اليوم حضور كل التشكيلة وكل التعداد باستثناء اللاعب زروقي الذي تم تسريحه من قبل الناخب الوطني بيتكوفيتش بسبب تراكم الإنذارات، وبذلك سيكون غيابه آليا عن لقاء ليبيريا. وكشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في بيان لها عن أسباب تسريح اللاعب رامز زروقي من قبل الناخب الوطني بيتكوفيتش. وتعيش مدينة تيزي وزو على وقع استقبال المنتخب الوطني لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا لأول مرة في تاريخ الولاية، والزميل مراد زلوك رصد لنا هذه الانطباعات وبعث لنا بالتالي بخصوص أنصار المنتخب الوطني بتيزي وزو. دونك السينير فوز الجن اثر بعثه نوث الجزائر ما كانت ظلام. دونك تيكل تمن زوثا دسر دكار تيزي وزو تلعب ضد كونار الحسين اي تحمد نتمنيا سنفوز الجن ما لي سيبورتور ما لي جو فوالا. فما فنون 1 2 3 فيفا لجيري وفيفا البلاد ان شاء الله الجزائر تبارك تبارك. أنا من نايس نفودي قرزن العسلام أنسن صافي بليزير ما لعب نداقي غورنا والعسلام أنسن ما تروح نرداقي وذي الفرح ذا مقران وفيف لاجري 1 2 3 فيف لاجري رغم الدنيا الزوف لون يعني الفرح ذا مقران سكادي كابانسيو تلعب ذاك غورنا يعني الفرح سلسطد لنا نقول يوم هدي سي بورتو لاجري سكاو وإن شاء الله سيدي كيبناس في هدر زعورنا الدنيا ما ينفرجي لكم دي ولاية اللي عندنا الدنيا مرحبا يسوون وتسمع رأيك كن يوسي إن شاء الله وليك لي سيبورتي وقاد ياسين ملي شفتني خصوصا نقنع ذاك يعني نتشون نتشون تقول لي نقنع ذاك وتفا تسمع رأيك يتمني يوسي إن شاء الله وليك كيبناس في الله إن شاء الله تقوم الحاجة زديدة وجيز كان إن شاء الله سيبوسي كتزوج شامبيون إن شاء الله وثنمير ثنون وطاكم صح. الو اجو فلوني مره السلام عليكم غيره تيزي وزو غيره نجياس كي مره عندنا مرحبا يشون الماتش كي ليكيب ناسيونال اللي لعب عندك صدنا تيزي وزو لا بريمير فوا ديالي نفرح سوا طاسك المندلا لي سيبورتو يلاني لي ولاني رني مره مرحبا يشون تفرج مسط داكي الفرحه مقراني نصرح في يشون داكي يعني هذا الفرح هذا مقرن ما درزو ليكيب ناسيونال هذيك غورلا يعني الفرح صدر سطا داكي انا غنخلي يعني مدينة الصطاد حسين تحمد دم جاثا مقارنة في رحمة ربي ونقول لي سيبورت راجياس كان فرح سواطا سطاس من درزها لكيب ناسيون على ذاكي ستانون لرات لعب ذي الصطاد هكينا ودنيا نفرجي نقاد ياس نقول سيدي والله يا سيان مرحبا يسون يعني الحاجة كنت خسارة سيان شن يخوصا نتاقون يعني مكلا تما رايك من يدون جوج جيك ونفرح ثوكل إن شاء الله وثان بيرثنون واطاكم الصحة. وفي أخبار الرابطة المحترفة الأولى، خطف فريق اتحاد العاصمة الصدارة منصفة مع الجار مولودية الجزائر بعد تغلبه بملعب 5 جويلية وبدون حضور الجمهور على ضيف شبيبة الصورة بهدفين مقابل صفر، وعاد فريق جمعية شلف بفوز ثمين من بسكرة أمام الاتحاد المحلي يقول، فيما تغلب نجم مقرع على ترجي مستغانم بهدف مقابل صفر.
النتائج على النحو التالي كما تشاهدون، وأيضا الترتيب المؤقت لهذه الجولة التي كانت مبتورة من لقاء شباب بالوزداد شبيبة القبيل وفاق ستيف نادي باراتو. بهذا نصل إلى الختام، شكرا لكم على الإصغاء والمتابعة، السلام عليكم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.